السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد إن شاء الله. نتمنى نلقاكم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم واحد الطبق ديال الشيفلور، إن شاء الله غادي يعجبكم واخا ما كتبغيوش الشيفلور. إن شاء الله غادي نبدأ. هنايا غادي ناخد الطنجرة فيها الماء كيغلى، غادي ندير فيه واحد أوريقة ديال الرند وشوية ديال الملح، وغادي نحطو الشيفلور ديالنا. ديما اختاروا الشيفلور يكون زوين، قطعوه هكا خليوه بشكل وريضات ديالو بحال هكذا باش يجينا في المنظر زوين. صافي غادي نديرو ان شاء الله يتسلق، غير شويه ما يتسلقش بزاف باش يبقى لينا مجموع ما يطيبش بزاف. ديروا القياس اللي بغيتو، القياس ديال غتاكلو، القياس ديال المول اللي عندكم اللي غيهز لكم ان شاء الله. دابا غادي ناخذ، غادي ندير واحد نسدو عليه، وغادي ناخذ نصب واحد لاصوص اللي غادي نطيبو فيه ان شاء الله الشيفلور ديالنا. غادي نشعلو البوطه على مقله، وغادي ناخذ مطيشه. عندي هنايا مطيشه محكوكه وحيت ليها، صفيتها حيت ليها الزريعه ديالها. نديروها في المقله، طحنوها بلا ما، ما ديروش فيها الماء. وغادي نزيد ان شاء الله، عندي هنايا واحد البصيله محكوكه انا غطيتها ان انك تحرق. ديروا كل شيء في مره، ما تشحروا ما والو. غادي ندير هذه البصيله محكوكه، وغادي نزيدوا ان شاء الله الزيت، زيت الزيتون طبعا، ديروا زيت الزيتون كيجي زوين بزيت الزيتون من الاحسن. وغادي ندير واحد الضريس ديال الثوم اولا جوج، ديروا الثوم قياس اللي بغيتوا، الثومه حتى هي راه كتجي زوينه فيه بزاف. وغادي ندير العطريه، هنايا عندي فلفله حمراء والابزار وشويه خرقوم شويه كمون سكينجبير والملح. وانا غادي نخلط المكونات، غادي نخليوه يتشحر مزيان. دابا لاصوص ديالنا ها هو عقد شي شويه، غادي نزيدو واحد معلقه صغيره ديال حقد مطيشه، غير معلقه صغيره. وغادي نزيد شويه ديال الكفته، الا ما عندكمش الكفته بلاش ماشي مشكل، اولا ديروا الطون، بالطون كتجي زوينه بزاف بزاف الا ما عندكمش الكفته. شحروها مزيان، طيب لينا الكفته ديالنا. منين غادي يطيب الكفته ان شاء الله غادي ندير القزبور والمعدنوس هما الاخرانيين، والمعدنوس يكون كثر. المعدنوس كيتواتى مزيان مع الشيفلور، كيتواتى مع المعدنوس كثر من القزبور. غير درت شويه وصافي ديال القزبور. منين غادي يتشحر ان شاء الله غادي ندير القزبور والمعدنوس ونطلق معاكم. دابا غادي نزيد الربيع، نخلطو غير نخلطو غير شويه ونطفي عليه. الخليط ديالنا وجد لاصوص، انا غادي نخوي هنايا في المول اللي غادي يدخل في الران، غادي ندير غير النص، غادي نخلي النص الاخر نسرحو مزيان في المول ديالنا. وغادي نستفو عليه الشيفلور، الشيفلور هو منين طاب سقطر مزيان من الماء، واحد النسمه فيه ديال ورق سيدنا موسى زوينه. دابا غادي نستف ان شاء الله الشيفلور ديالنا، ما يكونش طايبه بزاف باش كيبقى صحيح وشاد قابط فراسو مزيان.
دابا غادي نخوي هاد لاصوص اللي باق، كيجي منسم بالمذاق ديال الكفته والربيع والثومه، كيجي لذيذ. واخا الوليدات ما كيبغوش ياكلوه، ولكن بهاد الطريقه غادي يعجبهم، ما كيبقاش فيه المذاق ديال الشيفلور منين كنسلقوه، ما كيبقاش مجهد. حتى الا بغيتو تنسموه بشي حاجه اخرى فاش يكون كيتسلق نسموه. اللي باغي يدير شي ضامه ديال البنه او اللي يدير الزعتر او لا، هو النسمه ديالو كتكون مجهده بزاف، داكشي علاش ما كيبغيوهش لينا. دابا غادي ناخذ، عندي هنايا واحد جوج بيضات درت فيهم شويه ديال الابزار وشويه ديال الملح. هاد الكغاتان هذا يمكن يبقى ديروه للغدا اولا للعشاء، لان فيه البروتين، فيه الفيتامينات، فيه المعادن، الشيفلور فيه المعادن بزاف، يعني راه صحي هاد الكغاتان هذا. صافي غادي ديروا البيض، اولا هو راه كيجي حتى في الطاجين، بغيتو ديروه في الطاجين بلا فران راه كيجي زوين طاجين. بهاد المقادير هادو ديروه طاجين. دابا غادي نزيد شي شويه ديال الجبن، عندي هنايا جبن هندي، عندي جبن احمر مع شويه ديال الموتزاريلا. انا غادي نخلطهم باش يعطيني شويه ديك كيتغاتينا، كيجي محمر شي شويه من الفوق، وما عزيز عليهم داك الشيء غاتيني. صافي انا ما بغيتش ندير لكم صوص بيشاميل باش ما خاصنا نحافظوا شي شويه على المذاقات بلا مذاق بيشاميل. غادي نزيد شي شويه ديال الربيع وغنخلي شويه ان شاء الله حتى يخرج من الفرن، غنخلي واحد شويه تنخرجوه ان شاء الله باش كيبقى ديك النسمه ديال المعدنوس كتجي فيه نبيده وزوينه. صافي انا غادي ندخلو الفرن ونتلاقى معكم ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي وجدت معكم اليوم، كنتمنى تجربوه بهذه الطريقه وينال الاعجاب ديالكم. كنشكركم على المتابعه ونتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله، وما تنسوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، ومع السلامه.